اسمي شهيستة أشرف وأنا متطوعة هنا تبع وزارة التضامن. طبعا يعني احنا بنجنرال سبورت، بنساعد كل يعني اي حد بره عايز مساعده او كده، بندايركتهم للمكان اللي هو عايزه او عايز يوصل له. رحنا طبعا كذا حته، رحت يعني ريجستريشن، ايربورت، اي حاجه من الحتت دي برضو بنكون موجودين انا وزمايلي. طبعا دي فرصه تحفه يعني ان انا اكون هنا، لاني اصلا يعني عايزاها من السنه اللي فاتت لما من ساعه ما عرفت ان مصر هتهوست حاجه كبيره زي الكوب 27، ان دي اول مره حاجه تحصل زي دي هنا في مصر. فطبعا يعني ماي بلاجر ان انا اكون موجوده.